احكي بس شغلة هيك مهضومة شوي. فإذا نحن في عنا ليست بسيطة جدا فيها 2 element مثلا، هن 7 و5، فجينا بدنا نطبعها، فأكيد هاي حط 7 و5. هلا الشغلة المهضومة إنه يعني بعده عم يشتغل. اوكي، الشغلة المهضومة إذا بنقول له إنه ال H0 هو ال7 وال H1 هو ال5، فإذا بنقول له إنه ال H1 يحط بقلبه H، رايح عن جد شغلة مهضومة. هلا هو بالعادة مثلا إنه إذا بدنا يكون هون في object تاني مثلا، مثل فرضا يعني مثلا يكون عندنا object h k، على k فرضا ما بعرف اي string شو ما كان، مثلا اي string. ف هلا بالمنطق مثلا والله كتير واحد مهتم مثلا بده يعمل referencing لإلها، اوكي، و اجى بعدين مثلا بدنا، فبيكون انه مفروض يعمل pointing لشي تاني مثلا print، اوبس مثلا print h. ولكن انه واحد يجي يعمل يحط محل h يعني جد مهضوم انه ومقبولة كمان، لانه ما عنا مشكلة فيها وغريبة وما بعرف وين ممكن تنفعنا. بدنا نفكر وين ممكن هي تنفعنا. بس على كل الأحوال أول شي ليش هي مقبولة؟ لأنه هذا نحن لما نحن نقول اتش على الأرجح هون اتش هو بوينتر، فأنا لما بقول له اتش هو لحاله بيروح على الاوبجكت اصلا، نحن يعني ما بنعرف وينه، مش بعرف ما بعرف شو وينه قاعد الاوبجكت هيدا 7 5، وهيك نحن بنعرف البوينتر تاعه بس. فالاتش بحد ذاته هو بوينتر، والاتش 1 والاتش 1 كمان هو بوينتر، فنحن بالاتش 1 عم نحط البوينتر لهيدا الاوبجكت. اوكي، فاذا بنجي بنقول له طبعا هذا هي تغيرت، هلا هي مهضومه يعني انه عم بحطها، هلا هيدي بتفوت انفينيتلي يعني المفروض. اوكي، ف برافو عليه انه ظبطها ب3 نقاط. المهم ما بعرف اذا في محلات تانية بيعملها 3 نقاط يعني، ومعه حق انه هي ليست. اوكي، طبعا لو بده يجي يحطها كان فوق، كان يمكن احلى لو بيسيرني فيها اكتر وبيقول لي والله كمان 7 و3 نقاط، بس لا بفتكر ما لازم، خلص خليه يوقفها هون، معه حق انه هال ما بعرف. حتى انا بفتكر كان لازم 3 نقاط يحطها هون كلها سوا 3 نقاط، على اساس انه هيدا بوينتر يوزد مستعمل، انه هو ذاته البوينتر لكل هيدا الاوبجكت. على كل الاحوال بلا طول سيرة، فما بعرف يمكن حط 3 نقط جوا على اساس انه البوينتر هو بوينتر لاول element قاعد فيها. اوكي، الالمنت اللي هو هذا، بس على كل الاحوال فهذه هي الفكره. اذا لو برنت اتش بيطبعها بهالشكل هيدا، كمان برنت اتش 1 نفس الخبريه، ما هي نفس الاتش. اذا بنقول له اذا بنفوت على الاتش 1، اتش 1 بحد ذاتها هي فيها 0 و 1، اذا هون بتقول له 0 حيطبع لك 7، اذا بتقول له اتش 1 1 حيطبع كهذا الاوبجكت. وبعد قد ما بتفوت حيطبع نفس الشيء، فهيدي اللعبه مهضومه يعني ما بعرف. يعني هو عارفين هون، هو يمكن فتحها بهذا الشكل لانه عارفين انه هيدي الليست قد ما بدك فيها دايمنشنز، يعني infinitely قد ما بدك. فهي بعد 7 وهون مرة بيطلع هي زيت، بس هي مهضومة.